اليوم شو بنسوي لكم؟ ستارتر يعتبر من المقبلات الساخنة. بالضبط. بنسوي لكم شريمب بروفنسال. شريمب بروفنسال. متى ياخذونه هذا؟ هذا الحين بياكلونه. زين، وين شو هالاكله هاي؟ شو هذه الاكله؟ عباره عن تقدرون تسوونها بالدياي او بالربيان، نحن حابينها بالربيان، انا دائما احبها بالربيان. هي. عباره عن ربيان، تختارون الحجم اللي تبونه، انا افضل دائما هذا الحجم، وايد يعطيكم قرشه حلوه لما تاكلونه. الوسط. عليك نور. زين. اعتمادها الاساسي على طعم الثوم مع عصره الليمون الطازج. زين. تسوون الربيان سوتيه، بعدين تضيفون الثوم، بعدين تضيفون عصير الليمون كميه كبيره شوي راهيه. واخر شيء البرزنتيشن نحط فوقها شويه كزبره مع ملح والسبايسز العاديه، طعمه جدا جدا لذيذ. اليوم جربه عبد الله. ونجرب. وهذا قالي فرن شو؟ على النار سوتيه. بس سوتيه. إيه؟ ايوه على النار. يعني بس بالزبده مش مو بالزيت صح؟ تقلينه. لازم نحط شويه زيت في البدايه، ليش؟ لان الزبده اصلا تذوب بسرعه، ما تتحمل الحراره العاليه. فمحتاجين عشان ما نحرق الزبده نضيف شويه زيت. اوكي. جميل. شوف المقادير. شوف المقادير على الشاشه.